ولتسليط الضوء أكثر على انتفاضة أهالي بلوشستان في إيران وتعامل القوات الأمنية الإيرانية معها، ينضم إلينا عبر الهاتف من بريطانيا الناشط الإعلامي الإيراني ماجد العباسي. أهلا بك سيد ماجد. بداية، بعد مقتل 10 من ناقلي الوقود، اندلاع ثورة الغضب في بلوشستان، هل هي انتفاضة لبنزين جديدة ستندلع من بلوشستان هذه المرة برأيك؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. كما تعلمون وكما ذكرتم أنتم أشرتم إليه في تقريركم، الشعب في جميع المناطق الإيرانية ناقم على النظام بسبب البطش والقمع والفقر والسرقة وما يجري خلال 4 عقود من الحرمان والتهميش، خاصة للأقليات ولجميع مكونات الشعب الإيراني. فهناك الشعب يبحث عن أي متنفس، أي مخرج ليخرج ويثور ضد النظام ويشفي غليله. وهذه المرة كما تعلمون يعني فتيل الأحداث بدأ منذ قبل 3 أيام عندما هاجم النظام الإيراني مجموعة من العتالين البلوش على حدود إيرانية الباكستانية. والاحتجاجات مستمرة، ونحن نتمنى أن يعني يؤثر أو تؤثر هذه الاحتجاجات في إضعاف النظام الإيراني وفي صحوة كاملة في جميع المناطق الإيرانية لتناصر الشعب البلوشي وتؤثر بإذن الله في زوال هذا النظام. سيد ماجد، هناك من يرجع حالة الغضب التي تشهدها بلوشستان إلى الفقر، لا سيما وأن نسب الفقر وصلت مراحل خطيرة. هل هذا الفقر متعمد من قبل النظام في إيران برأيك؟ نعم، الفقر في بلوشستان بشكل كبير جدا، والبطالة أكبر. محافظة بلوشستان أكبر محافظة إيرانية وأكبر نسبة البطالة والأمية أيضا في محافظة بلوشستان. نعم، نستطيع أن نقول متعمد، لأن الشعب البلوشي يعاني الأمرين. يعني الشعب البلوشي قبل كل شيء نظام طائفي والشعب سني، النظام شمولي ويركز على المركز وعلى المدن الكبرى، والمنطقة منطقة بلوشستان تقع في الهامش وفي الحدود. وكذلك النظام نوعا ما نستطيع أن نقول من ليس في دستوره، ولكن من يرأس ومن يدير هذا النظام أناس عنصريون، فبالتالي شعب البلوش أيضا ليسوا من الأكثرية الفارسية. فهذه العوامل تؤدي إلى التهميش الأكثر للشعب البلوشي، وقد يكون هذا متعمد. لكن كيف ترى حالة القمع المفرط للمتظاهرين رافضين لمقتل ناقلي الوقود؟ هل وراءه أبعاد طائفية بحسب اعتقادك؟ القمع، لو نكون منصفين، بارك الله فيكم، وأنا يعني أدير مركز حقوق أهل السنة في إيران، فمن واجبي أن أدافع عن جميع المظلومين ومنهم أهل السنة، لكن القمع موجود على جميع أطياف الشعب عندما يثور. يعني حتى لو كانت هذه الاحتجاجات في طهران، لا يخمدون هكذا ويقتلون ويسفكون ولا يرحمون، وأيضا يقطعون الإنترنت ويستعينون بالقوات القمعية من جميع المناطق والميليشيات التابعة لهم. فبالتالي القمع، نعم، هناك في أبعاد طائفية من أو الممارسات الطائفية من الذين يقمعون، ولكن القمع لاحظنا في السنوات الأخيرة في جميع الاحتجاجات في جميع المناطق، وبما فيها المناطق الشيعية والفارسية والمناطق العربية الأهوازية اللي هم أكثرية شيعية، وكذلك مناطق كردستان ومناطق أخرى كلها، ومناطق حتى أتراك الآذريين، القمع موجود للاحتجاجات وبشكل وحشي ودموي. السؤال الأخير الآن، كيف يلعب النظام في إيران على مربعات الأقليات والتفريق بينهم للسيطرة عليها؟ وهل لازالت هذه السياسة متاحة في ظل الغضب الذي بات يسيطر على الكل؟ السياسة هذه موجودة، وسياسة فرق تسود، ولكن السياسة بإذن الله عز وجل لم تجدي ولن تجدي نفعا، لأن الشعوب الإيرانية جميعها الذين يعيشون في إيران، سواء الفارسي أو العربي أو الكردي أو البلوشي أو التركي أو الشيعي أو السني أو الملحد، الكل يدركون بأن هذا النظام نظام إجرامي، نظام قمعي، نظام شمولي يريد نصرة إيديولوجيته الطائفية، وبالتالي
هذه سياسة لن تجدي نفعا، مع أن هذه السياسة موجودة والنظام يمارسها بقوة، ولكن الشعب الآن أصبح واعي ويعرف هذه السياسة الخبيثة الذي يتجهها النظام الإيراني. الناشط والإعلامي الإيراني ماجد العباسي، كنت معنا عبر الهاتف من بريطانيا، شكرا جزيلا لك.